أهلا بكم في مسابقة رمضان للصغار، ويسعدنا أن نقدم إليكم حلقة هذا اليوم التي تقول: حشرة صغيرة جميلة المنظر، خفيفة الحركة، سريعة الطيران، تتخذ بيوتها في الجبال أو في الشجر أو فيما يصنع الإنسان لها من بيوت
مخصصة تأكل من كل الثمرات، فيخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس بإذن الله. فما هي هذه الحشرة؟ يلا بسرعة هاتوا الحل.
شوفوا الأزهار.